إدلب آخر معارك الحرب السورية. إدلب بعد 7 سنين من الحرب، الحكومة السورية قررت إن هي تدخل إلى إدلب. الوضع معقد في إدلب، واتكلمنا قبل كده عن هذا الوضع المعقد. أمريكا موجودة، تركيا موجودة، روسيا موجودة، طبعا سوريا موجودة، جماعات متطرفة من كل اتجاه موجودين، تنظيم القاعدة بالأساس موجود في إدلب، وبعض تنظيمات المعارضة المدنية، لكن الأقوى على الأرض هو تنظيم القاعدة. في نهاية المطاف أمريكا وافقت على أن الحكومة السورية تدخل إلى إدلب، في اعتراض دبلوماسي وأن لو حصل حاجة للمدنيين ممكن نضرب، ولو حصل ضربة كيماوية هنرد، كل هذا الكلام اتقال، إنما في المجمل في موافقة أمريكية على دخول الحكومة السورية إلى إدلب. روسيا بالطبع تساند الحكومة السورية في الدخول إلى إدلب. تركيا توافق على دخول الحكومة السورية إلى إدلب. الرئيس أردوغان بيقول كلام كتير جدا في هذا السياق، إنما بغض النظر عن كلام الرئيس أردوغان، تركيا توافق على دخول الحكومة السورية إلى إدلب. تحفظات كلها ذات طابع دبلوماسي ومجرد إرضاء الرأي العام في تركيا، إنما تركيا توافق على السياسة السورية وتوافق على السياسة الروسية وتوافق على دخول السلطات السورية والجيش السوري إلى إدلب، عكس ما كان يقال في السابق، وكان في تهديدات لو حصل ده هنرد بكذا أو كذا أو كذا. إيران طبعا توافق وتساند وموجودة في بعض العمليات. ألمانيا توافق، الصحف قالت إن الزعيمة ميركل كلمت الرئيس أردوغان، كلمت الرئيس الروسي بوتين، وألمانيا تحفظات دبلوماسية أيضا، إنما ألمانيا توافق على دخول الجيش السوري إلى إدلب. الأمم المتحدة أيضا توافق، تتحدث عن أنه لازم ممر آمن، لابد أن المدنيين ما يحصل لهمش حاجة، المدنيين يخرجوا بأمان. مستورة قال أن ممكن الناس لو هم ما خرجوش في أمان هم مسدد نفسه يروح عشان يخرجهم بأمان. في المجمل كل هذا الكلام معناه أن الأمم المتحدة توافق، وأن تركيا توافق، وأن هذه القوة اللي كانت قبل كده ممكن تعرقل هذه الخطوة لم تعرقل هذه الخطوة الآن. ما هي الدروس المستفادة من معركة إدلب حيث وافق الجميع؟ نمرة واحد، 7 سنوات في لا شيء. لما تقول لي 7 سنين الحرب السورية دي كانت في إيه؟ لا شيء، إنما قتلى كتير جدا، مصابين كتير جدا، دمار هائل، أكتر من $1 تريليون خسائر، ترويع مجتمع بالكامل. وبالتالي بغض النظر عن الأطراف المشاركة، إنما في نهاية المطاف حصاد الهشيم بعد 7 سنوات حصاد المر في سوريا، إنه في النهاية بعد كل ده لا شيء حدث غير تخريب وتدمير الدولة السورية، وأيضا تكسير الجيش السوري. نمرة 2، المصلحة هي الأساس. قبل كده كان كلام كتير جدا عن بشار الأسد والحكومة السورية والنظام السوري وكل هذا الكلام، ناس كتير جدا ابتلعت كلامها ولم تعد تتحدث في هذا الإطار. لما كانت المصلحة يقولوا هذا الكلام اتقال، لما بقت المصلحة مش مع هذا الكلام اتغير الكلام تماما. المصلحة سيدة الموقف في سوريا وفي غير سوريا، ده درس في مفهوم المصلحة في العلاقات الدولية. نمرة 3، ان البعض بيراهن على خلاف امريكي روسي، ويتصور زي زمان ممكن حرب عالمية تالتة تحصل نتيجة هذا الاختلاف في بعض الملفات، انما هنا بندرك ان في حدود للاختلاف الروسي الامريكي، وان رغم الخلافات الكبيرة جدا في سوريا الا ان روسيا تمضي طبقا لسياستها وامريكا توافق. اذا بقى اللي يراهن ان موسكو واشنطن في حالة صراع تام، وانه يضع في حساباته هذه الصراعات باعتبارها معطيات اساسيه في اتخاذ القرار، يبقى مخطئ. وقت الجد في تسويه، وقت الجد القوى الكبرى بتعمل حساب بعضها، وقت الجد روسيا لما دخلت الامريكان انسحبوا، ولما روسيا قالت هنروح ادلب الامريكان صمتوا، وايضا في ملفات تانية بيحصل فيها العكس. اذا في حدود للصراع بين روسيا وبين امريكا، يجب أن توضع هذه الحدود في الاعتبار عند صناع القرار.
نمرة أربعة، الأمن البعيد. إن الرئيس بوتين قال إنه هيروح هناك علشان خاطر يحمي روسيا، لأن هؤلاء المتشددين هيرجعوا بعد كده إلى روسيا. دي مجرد كده جامعة بيدرسوا فيها، مجرد مختبر بيبحثوا فيه، إنما بعد ما ياخدوا بقى منحة في داعش سواء في سوريا أو العراق هيرجعوا لما يتخرجوا بعد كده يروحوا إلى روسيا. الهدف الرئيسي القتال في روسيا، ده مجرد تدريب في العالم العربي، إنما المعركة في روسيا. عشان كده روسيا ذهبت إلى البداية حتى لا تتعب في النهاية. وده برضه درس آخر، إن الدول ممكن تخوض معارك بعيدة جدا عن أراضيها من أجل الدفاع عن أراضيها، إن في خطوات استباقية لحماية الأمن القومي. نمرة خمسة، تركيا خسرت كثيرا في إدارة هذا الملف. بعد ما كانت قبل كده بتقول صفر مشاكل، بقت مشاكل كتيرة جدا، بقى صفر سلام وصفر وئام مع المنطقة. لما تحسب الرئيس أردوغان كانت إيه حساباته في هذا الموضوع، هتلاقي إن في النهاية لا شيء. كل شيء حسبه الرئيس أردوغان كان خطأ في سوريا، كل شيء تقريبا. يوم الجمعة اللي فاتت قعدوا مع بعض الثلاثة، الرئيس الروسي، الرئيس التركي، الرئيس الإيراني، وفي النهاية وافقت تركيا على السياسة الروسية وعلى السياسة السورية الرسمية بعد 7 سنوات من الصدام و7 سنوات من التدخل التركي في الأراضي السورية. إذا في مكسب كبير لروسيا من الحرب السورية، ففي خسارة فادحة لتركيا في الحرب السورية، وأكبر خسائر الخسارة الأخلاقية، أن تركيا قالت كلاما ثم صمتت فيما بعد ولم تتحدث حين تغيرت موازين القوى، أو قالت كلاما حين قالت أمريكا كلاما. وهي توقفت أمريكا، توقفت تركيا، واتضح الآن أن الموقف الأصلي هو أمريكا وأن الموقف التابع هو تركيا. نمرة ستة وأخيرا، الأمم المتحدة مجرد جهاز إعلامي. محدش يقدر يراهن كتير جدا على الأمم المتحدة. احنا بنلاقي في الآخر تصريحات وتحدث رسمي وتحدث رسمي، بنلاقي الأمين العام للأمم المتحدة بيتكلم، يعني مؤتمرات صحفية. وما تعرفش الأمم المتحدة إلى أي مدى هتستمر سلبية، وإلى أي مدى ما عندهاش موقف قوي يتم الاعتماد عليه. ليس فقط إن الأمم المتحدة تردد الصوت الأمريكي أو هي صدى لصوت واشنطن، إنما كمان كل ما تسمع تصريحات الأمم المتحدة تشعر أن عدم وجود هذه التصريحات لن يؤثر في شيء. الأمم المتحدة تحولت من مؤسسة سياسية كبرى إلى مؤسسة إعلامية تتحدث فحسب.